الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العظيم. سيدي، أنت لم تذق طعم النوم منذ البارحة. أي نوم هذا جالوس؟ ليتني كنت أستطيع النوم. جالوس، أسرج لي حصاني، سأذهب إلى المغارة. أأحضر لك اللباس؟ أجل كما تريد، ولا تنسى كيس الزاد. تلجأ إلى مكانك الدائم، ألا ينبغي لنا أن نعرف مكان عبادتك؟ وما هو الفرق؟ أرض الله واسعة. قبل وصول الإمبراطور علي أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني الحل. إن سأل عن غيابك دياكليتيانوس بما نجيب؟ قولي له أني توجهت إلى ضواحي المدينة لتفقد الرعية. سيفك سيدي. تفضل. شكرا. ولدي، انتبه لأمك جيدا في غيابي، مفهوم؟ حسنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
رعاك الله. اهتم بنفسك جيدا يا سيدي. هل كان من الضروري أن يذهب في مثل هذه الظروف؟ أنا لا أدري. ألا تريد أن تشتري؟ لصالح يوليوس. إنه يتعقب ماكسيميليانوس. Thank you.
إلهي، بحق نبيك عيسى وأمه مريم، اغفر لي خطاياي وتجاهل عظيم ذنوبي، وإلا كنت من المذنبين. ماذا عساي أفعل؟ ألتزم الصمت ثانية أم ثمة سبيل آخر؟ إلهي، ألهمنا السبيل الذي ترضاه. لقد أخذت بيدي